مزيد من التفاصيل وعشان نتعرف أكتر على جهود وزارة الصحة في تنظيم الأسرة، معنا دلوقتي عبر الهاتف الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة. دكتور حسام، أهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا بيك. إيه اللي قدمته لحد دلوقتي القوافل الطبية والعيادات المتنقلة من خدمات طبعا متعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، لو حضرتك ترصده لنا في بعض الأرقام أو بعض المحاور على نطاق جغرافي كمان متعلق بالمحافظات؟ طبعا هو الفكرة العيادة المتنقلة هي تدخل من التدخلات الغير تقليدية اللي بتقوم بها وزارة الصحة والسكان علشان تغطية قرى حياة كريمة والمناطق النائية والمناطق اللي فيها ممكن يكون فيها عجز بعض الأطباء. العربيات دي بتغطيها بخطة من القوافل وخطة من الحملات القومية وخطة من الطلعات اليومية، يعني عدة أنشطة مختلفة مش نشاط واحد. منهم حضرتك زي ما بتغطوا دلوقتي القوافل الطبية اللي بتتعمل لتنظيم الأسرة. القافلة دي بتبقى قافلة توعوية وقافلة خدمية، يعني بنتكلم مع السيدات وبنوعيهم وبنقول لهم حقوقهم ايه بالنسبة للصحة الإنجابية وفوائد تنظيم الأسرة والمباعدة ما بين الولادات وايه المردود اللي بيرد على الأسرة وعلى الأب وعلى الأم وعلى الأولاد من عملية تنظيم حياتهم والتخطيط لحياتهم المستقبلية. ده بالنسبة للتوعية. بالنسبة للخدمات طبعا بتقدم كل خدمات صحة المرأة بما فيها تنظيم الأسرة والنساء ومتابعة الحمل والسونار، كشف بالسونار، وبتبقى موجودة كل وسائل تنظيم الأسرة وبتتقدم للسيدات بالمجان. حضرتك تقريبا اليوم العمل اللي احنا بنعمله من خلال القوافل ده بيبقى فيه تحضير لهذه الأماكن واختيار للأماكن دي بحيث الأماكن دي بتبقى محتاجة لهذه الخدمة، وبالتالي احنا بنرصد البيانات والانجازات اللي بتيجي. يبقى تقريبا متوسط يوم العمل في القافله قد 4 أيام من اليوم العمل بالنسبه للوحده الصحيه العاديه، بيبقى الانجاز بتاعها حوالي 4 أضعاف الشغل في اليوم العادي على اساس التحضير اللي بيتم قبلها والتوعيه اللي بتتم معاها والكلام ده. طيب يهمني جدا اعرف التعاطي بيكون ازاي من السيدات في هذه الاماكن اللي حضرتك قلتها. الايه؟ التفاعل والاقبال والتعاطي مع هذه طبعا القوافل. حضرتك حضرتك الرائدات الريفيات ومسؤول الاعلام بيقوموا بالتوعيه قبل القافله دي ما بتبقى موجوده، بيبقى متحضر لها قبلها على الاقل باسبوعين، فبيزوروا السيدات وبيبقى هم عارفين السيدات المستهدفات اللي احنا عايزينهم، الناس اللي هم بيكونوا لسه والدين، الناس الشباب اللي يكون متزوج حديثا، بيعملوا لهم زيارات منزليه وبيكلموهم وبيدوهم التوعيه وبيقولوا لهم ان في خدمات وفي ناس اخصائيين نساء وناس مستشارين هيجوا في اليوم الفلاني في الحته الفلانيه، وبيقولوا لهم على ان الخدمات دي موجوده وبيشوفوا السيدات اللي محتاجاها من الخدمه وبيدعوهم ان هم يجوا في الايام دي. فبتيجي العياده المتنقله في الحقيقه بتبقى عربيتين او ثلاثه بيقعدوا يومين في المكان اللي هم محتاجين في الخدمة ده، وبالتالي السيدات بيبقوا عارفين من خلال بقى ايه الزيارات المنزلية اللي بتعملها الرائدات ومن خلال الندوات اللي بيعملها مسؤول الإعلام وبيعملوها الرائدات في المنطقة يعني. طيب بما انه حضرتك ذكرت الرائدات كمان احنا محتاجين نعرف البروتوكول او التنسيق ما بين وزارة الصحة والتعليم العالي وايضا الوزارة التضامن الاجتماعي، لان احنا هنا بنتكلم عن حملات اخرى متعلقة زي حملة 2 كفاية مثلا وحملات تانية ضليعة فيها وزارة التضامن، ازاي بيتم التنسيق بين الوزارات؟ حضرتك زي ما بتقولي بالظبط، هو في تنسيق متكامل وبروتوكولات تعاون بتبقى موجودة ما بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ده من جانب، وما بين وزارة الصحة ووزارة التضامن من جانب الاخر. مثلا كحضرتك بتقولي مع وزارة التعليم العالي في بروتوكول تعاون، البروتوكول ده بيضم تقريبا 5 نقاط أساسية على رأسهم إن أنا في اتفاق على أساس يبقى في عيادات تنظيم الأسرة في جميع المستشفيات الجمهورية على مستوى الجمهورية يعني. إحنا دلوقتي غطينا تقريبا 24 مستشفى جامعي أو 24 جامعة من 25 جامعة، فاضل لنا جامعة كفر الشيخ، يبقى كده كل الجامعات في جمهورية مصر العربية فيها عيادة لتنظيم الأسرة في المستشفيات الجامعية. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن إحنا بنقدم خدمة جديدة وده فرصة بقى مع سيادتك دلوقتي، اللي هي خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة والإجهاض، اللي هي أول حاجة إن أنا إزاي أقدر أحمي الست بسرعة بعد الولادة اللي ما تعتمدش على الرضاعة الطبيعية وتقول أنا برضع لمدة 6 شهور وهي في الحقيقة
بتبتدي بعد 3 شهور تدي الولد حاجات وتلحسه وحاجات زي كده، زبادي وبتاع، وممكن تدي له ميه وكراويه، يعني ما بتمشيش على الشروط بتاعت الرضاعه المطلقه. يعني المحاور المتعلقه بالتغذيه السليمه للاطفال المواليد كمان. فاحنا دايما عايزين نوصل للست نحميها من الحمله وتاخد القرار بتاعها بدري. فمن الحاجات اللي احنا متفقين عليها ان هي بتركب لولب بعد الولاده اثناء القيصريه، لو هي هتعمل قيصريه وطبعا بيتم توزيع هذه الوسائل، وسائل تنظيف. طبعا بنوفرها في الجامعه، مستشفيات الجامعه ومتوفره في جميع مستشفيات وزاره الصحه حاليا، بتبقى موجوده برضو بالمجان بالنسبه للسيدات اللي رغبات ان هم يركبوا اللولب، وان هي تبقى طالعه مطمنه ان مش هيحصل حمل في اي وقت. اخيرا اخيرا يا دكتور، باجابه سريعه لو سمحت، الفكر او التعاطي مع هذه الوسائل اختلف عن قديما يعني. طبعا وزاره الصحه حاليا دلوقتي بتدخل وسائل جديده كمان، بتزود الاختيارات قدام الست بوسائل جديده. وسائل حديثه، وسائل غاليه، على راسهم مثلا اللولب بهرمون. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه الايضاحات دكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الاسره، على كل ما ذكرت وتفضلت به من حديث.